بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع ال structure skills. structure skills ده السكشن الثاني من التويفل بي بي تي. احنا قلنا ان التويفل بي بي تي المفروض عشان تقوي نفسك او تعد نفسك لامتحان التويفل بي بي تي محتاج ان انت تعمل diagnostic pre test عشان تعرف مستواك وتعرف القصور اللي عندك في السكشنز بتاعت الامتحان. 3 سكشنز: الليسننج والاستراكشر او الجرامر والريدنج. ثم بعد ذلك تعرف السكيلز بتاعت كل سكشن، ثم تختبر الدياجنوستيك بوست تيست، وبعد كده تقدر بقى ان انت في الاخر كده في شيت كده تعرف التقدم بتاعك او البروجريس بتاعك، وتقدر تحلل المهارات، ايه المشكلة عندك في ايه بعد ما تختبر يعني البوست تيست، وتقدر بعد كده ان شاء الله تشتغل بقى ايه على نفسك في 5 او 7 امتحانات ايه تويفل زي اللي انت هتقابلها ان شاء الله. فكده يبقى افضل اعدادي يعني ان شاء الله. طيب احنا كنا خلصنا 3 سكيلز من الستراكشر سيكشن، هنكمل هنا. بيقول لك السكيل نمبر 4: بي كيرفول، بي كيرفول اوف بريزنت بارتيسيبلز. Be careful of present participle. يعني ايه ال present participle؟ اللي هو التصريف الثالث، او سوري ال verb to be with ing. يعني انت مثلا بتقول ايه ال present، ال present participle، او يعني شكل الفعل اهو قدامنا في المضارع المستمر. فهو هنا بيقول لك مثلا ايه: the man is taking to his friend. زمان طبعا ده السبجكت اللي احنا قلنا عليه، ده الفاعل اهو. is taking ده فيرب بيتكلم حاليا، تعرف منه ان هو ده مضارع مستمر، ما زال بيتكلم حاليا. طيب to his friend ده بقى يعني تقدر تقول بقى ده ايه، ده الاوبجكت يعني، او اللي هو بقيه الجمله يعني. طيب عفوا، يبقى احنا بنتكلم على ال ان امتى البريزنت بارتيسيبل يبقى فيرب بالشكل ده كده، في سبجكت وبعد كده الفيرب جاي فيرب تو بي، وبعد كده اي فعل في الجراند او الاي ان جي. طيب هو ممكن يجي حاجه تانية غير كده؟ اه ممكن ايه بقى؟ ممكن يبقى صفه، يعني ما يبقاش فيرب، يبقى adjective. تعالى ازاي؟ تعالى وريني اهو. هنا هو بيقول لك اهو: the man taking to his friend has built. يعني ايه بقى؟ يعني بيقول لك هناك نقول the man taking is taking to his friend. دي كانت جملة كاملة خلاص، دي كانت جملة كاملة، لكن هنا احنا شلنا ال is، فبقول the man talking to his friend، الراجل اللي بيتكلم لصاحبه ماله هاز كذا كذا. يا نهار ابيض، يعني بقى دلوقتي ده الفعل وده السبجكت، وكل ده بالنسبه لك ايه؟ صفه بس بتصف الراجل. الراجل اللي بتصف المان ده ايه؟ ان هو thinking to his friend. يعني كل ده بالنسبه لك كده صفه، دي كل الجمله دي كده جمله عرضيه ممكن تشتغل من غيرها. يعني ممكن تقول زمان هاز بس كده. يعني بيقول لك خد بالك من البريزنت بارتيسيبل، ممكن يبقى فيرب للسبجكت بتاعك وتبقى الجمله مظبوطه وزي الفل، الكلوز زي ما قلنا كده، ممكن السنتنس تبقى وان كلوز او ممكن اتنين بس يبقى فيه كونكتور، هنشوف ازاي بعد كده لما يبقى فيه جمل فيها كونكتورز. وممكن زي ما قال لك تبقى سيمبل، يعني كلوز واحد بس، وبالمنظر ده هتبقى subject والverb. طيب الverb بقى لو هو is او verb to be مع الverb التاني بال ing ده كده يبقى ايه؟ يبقى verb. The man is taking to his friend. انما لو انت قلت لي لا، ما the man taking to his friend has a bird، لا يبقى كده ما بتحولش بقى، ما بقاش فيرب، بقى تحول الى ادجكتيف، بقى صفه. يعني انا بصف الراجل اللي بيتكلم مع صاحبه ده ان هو عنده البيرد. طب كلام جميل قوي، تعال وريني بقى ايه، تعال وريني مثال. قال لك في مثال اهو يا عم.
The child ايه playing in the yard is my son. اوبا استنى بقى، بيقول لك الواد اللي بيلعب دوت ابني. استنى بقى، خلينا نحلل الجملة زي ما هو قال لك. فين السبجكت اهو، فين الفيرب المين فيرب؟ خد بالك is، وماي سان ده ايه؟ ده هو بقى ده، دي ده يكون ده الاوبجكت يعني، ده كده او مش لازم يعني يبقى فيه مفعول به يعني، خلاص ده الفاعل او السبجكت وده الفيرب. الله 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 الله، امال ايه ده كل الكلام ده اللي ما بين السبجكت والفيرب؟ ما احنا كده معنى كده بقى ان احنا مش هينفع نحط is playing، the child is playing is my son. لا طبعا ما ينفعش يبقى فيه اتنين is في الجملة، هو قال لك كده. لا ينفع يبقى فيه extra subject ولا ينفع يبقى فيه extra verb، صح؟ حلو. طب امال انت عايز ايه؟ تعالى بس واحدة واحدة بقى نشوف بقى، تعالى نشوف عشان ما نتخانقش مع بعض. هو هنا بيقول لك اهو، هل تنفع تحط now؟ The child now playing in the yard. Is my son. والله حلوة، عارف ليه؟ ليه؟ لكن كده خلاص بقى ايه اللي بيلعب دلوقتي ده، الواد اللي بيلعب دلوقتي ده ابني، خلاص يعني بعدتنا عن ايه اي فعل اكسترا فيرب ولا اكسترا سبجكت. انما هنا is، بص is دي يعني ناو تنفع. استنى بس اما نشوف في حاجة تانية تنفع ولا لا. is تنفع، يبقى انا اقول ايه؟ the child is playing in the yard is my son. يعني ما ينفعش الكلام ده، يا نهار ابيض، اتنين is، سبجكت واحد وفعلين وجملتين، ما ينفعش. لا ده كده يبقى كده جملتين وما فيش كونكتور. لا لا ده كلام ده كده مش متجمعين احنا الجمله، مش فاهمين هو عايز يقول ايه. واضح كده ان دي صفه، يعني المفروض ان دي كده تبقى صفه للسبجكت اللي هو التشايلد، وده كده يبقى از، ده المين فيرب اهو، وخلاص وشكرا على كده. طيب ذا تشايلد هي، الله 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 الله، يبقى دي كانت هتجيب لنا اكسترا فيرب ودي هتجيب لنا اكسترا سبجكت، ما ينفعش الكلام ده. طيب the child was playing برضه verb. لا لا لا، هي اللي تهربنا من القصة دي زي ما قلنا، هي now. The child now زي قلتها بس زي الفل يعني هو انت لو ما حطيتهاش برضه، the child playing in the yard is my son، الواد اللي بيلعب ده في اليارد ده هو ده ابني، نفس الكلام يعني. the child now playing in the yard، بس هي حلت لك مشكلة. الله، وانت فعلا في الامتحان اهو، هو بيقول لك اهو ذا بيست انسر از ايه، خد بالك انت عايز البيست انسر مش عايز ان انت نفس الشكل ده، نفس الشكل ده هو حاطط لك بقى سكيل 4 شبه سكيل 5، فحطهم الاثنين ورا بعض. ما كنا بنقول البريزنت بارتيسيبل ممكن يبقى فيرب وممكن يبقى ادجكتيف صفه، قال لك خد بالك برضو الباست بارتيسيبل ممكن برضو يبقى فيرب وممكن يبقى ازاي بقى يا عم انت اهو ما تيجي تقول لي مثلا ايه العربيه بتاعتي اتصلحت، هاز فيكسد، يبقى ده كده فيرب. لكن لما تقول ايه فيكسد كار مثلا، او ذا كار فيكسد، العربيه المتصلحه بقت صفه. شوف بقى ازاي، تعالى اهو تعالى شوف، ادي هو حاطط لي هنا امثله، مش لازم انا ايه افتكس امثله من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، قلبنا احنا الصفحه اهو، راجل هنا بيقول لك اهو، ادي المثالين. The family has purchased a television. ايه بقى الكلام ده؟ ده فيرب عادي، الفاميلي الاسره او العيله بتاعتنا اشترت تلفزيون، ده بيدل على ايه؟ هاز بيرتشيز، خلاص الحكايه ده تمت في الماضي وخلصت. التلفزيون ده بدا ايه؟ ده فيرب يا عم، ادي السبجكت الفاميلي وادي الفيرب، وكل عام وانتم بخير، وده اوبجكت وده اوبجكت. طيب ذا بوم واز ريتن باي بول، القصيده دي ولا البتاعه دي اتكتبت باي بول، ايه ده ايه ده ايه ده؟ فيرب عادي ماشي. طب امال امتى بقى نفس الكلام ده يبقى adjective؟ جيت في جمل انت اهي ذا تلفزيون purchased تلفزيون
بيوتشيز. ايه ده؟ طب ما هو دي بيوتشيز، ده ما هو يبقى ده ماضي مش لازم باست بارتيسيبل. لا استنى بس، ما هو انت لو خدته على انه ماضي يبقى فعل ماضي، يعني يبقى انت بتقول التلفزيون اشتريناه يسترداي ووز اكسبنسز. لا يبقى هنا في فعلين، يبقى الجمله غلط. ده هنا بيوتشيز، ده هنا مش جاي فعل ماضي، لا ده جاي تصريف ثالث اللي هو باست بارتيسيبل. معناها ايه؟ معناها ان التلفزيون اللي اشتريناه، التلفزيون المشترى هنا بقى صفة. تلفزيون بيوتشيز يسترداي، ماله بقى؟ ووز ده المين فيرب اهو، اكسبنسيف. التلفزيون ده كان غالي يا عم، تصدق اضحك عليكم فيه. يا نهار ابيض، يعني انت عايز تقولي ان ده السبجكت وكل دول كده صفة للسبجكت وده المين فيرب؟ اوعى تقول ان ده الفيرب، دي كده صفة، هنا صفة. ماشي يا عم حاضر. ودي ايه؟ البوم ريتن باي بول ابيرد ان ذا ماجازين. يا نهار ابيض، شفت الواد بول اللي كان كاتب البتاع؟ طلعت في الجورنال. بيقول لك اهو بوم ريتن بتاع المكتوبة بواسطة بول، مالها؟ ابيرد ده الفعل اهو، ان ذا ماجازين، ظهرت في المجلة. يا نهار ابيض، يعني الباست بارتيسيبل هنا لو انت حاطط له هاز، طبعا فيرب تو هاف مع الباست بارتيسيبل، او فيرب تو بي مع الباست بارتيسيبل هيبقى فيرب، تمام؟ او لو انت، لو هو لوحده هيبقى صفه، purchased او written يبقى صفه للشيء ده، وده تاخد بالك منه ان لازم الجمله تتم او الكلوز تتم بايه؟ الكلوز لازم يتم بالسبجكت والفيرب، المين فيرب، تمام؟ طيب ادي مثال اهو، بيقول لي ايه؟ ذا باكجز، وسايب لي فراغ، ميلد ات ذا بوست اوفيس ويل ارايف ماندي. اوبا استنى بقى، هو ده مش ميلد دي يعني اتبعتت فعل اهو؟ الباكجز العبوات دي، ولا الطرد الطرود اللي اتبعتناها دي، اتبعتت ميلد ات ذا بوست اوفيس، في البريد او مكتب البريد. ويل ارايف، ويل ارايف فعل تاني، اتنين فعل. لا يبقى واضح بقى ان دي صفه بقى. لا حاول بقى نظبط الجمله على ان دي صفه. طب ازاي بقى؟ تعالى كده وريني. لو احنا قلنا ذا باكجز هاف ميلد، يا نهار ابيض، يبقى هاف ميلد ات ذا بوست اوفيس، ادي كده لوحدها كده جمله كده، يعني مش محتاجين يعني دي كده جملة كاملة. أما يجي المدير بتاعك، إيه عملت إيه في الباكجز؟ ذا باكجز هاف ميلد ات ذا بوست أوفيس، خلاص اتبعتت يا ريس. لا ما في ويل أرايف مانداي، هتوصل الجهة اللي مبعوتها لها يوم الاثنين كده، يعني كده في اكسترا فيرب. لا يبقى هو مش فيرب بقى، ما تنفعناش هاف ولا وير، لأن فيرب تو بي او فيرب تو هاف مع الباست بارتيسيبل هيخلوه فعل، فعل تام وبتاع. ذا باكج الزم، اوبا، يبقى الاثنين دول اي وبي ما ينفعوش، لان هيخلوا الجمله فيها اكسترا فيرب. الجمله لا ينفع ما تبقاش فيها فيرب، ولا ينفع ان يبقى فيها اكسترا فيرب. طب لو قلنا زم، ذا باكج الزم، يعني الباكجز والضمير العايد عليها ده كده اكسترا سبجكت، صح ولا لا؟ سبجكت زياده، ولا الجمله يبقى ما فيهاش سبجكتات خالص، يا يعني اما يبقى فيها 100 سبجكت، ما ينفعش اعمل حاجه. طيب انا عايز ايه؟ عايزين جمله كده، كلمه ظريفه زي كده، ناو وزي بتاع، اللي هي ملهاش لازمه بس ظبطت الجمله، خلت المعنى يبقى adjective. The packages just mailed at the post office. يبقى الحاجات اللي انتوا لسه بعتينها بالبوست اوفيس مالها؟ will arrive Monday. يعني اللي فات ده كله كان صفه. ذا باكجز، الباكج ده السبجكت، مالها بقى؟ اللي جاست ميلد ات ذا بوست اوفيس، ويل ارايف ده الفيرب بقى، المين فيرب ماندي. كلام مظبوط. يبقى خد بالك من البريزنت بارتيسيبل والباست بارتيسيبل، ما يجي في الفورم بتاعهم يبقى فيرب، ولو جه ولو جه في ال وممكن يجي adjective صفه لل السبجكت. وخد بالك ان ما يبقاش عندك اكسترا
subject ولا extra verb. شكرا ونكمل المرة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.